أقامت جمعية طب الأطفال اليمنية بصنعاء الندوة العلمية الشهرية للحالات الحركة لأمراض الجهاز الهضمي، الندوة التي شارك فيها عدد من الأطباء والمختصين. أوضح فيها رئيس الجمعية الدكتور عبد الحكيم الصلوي أن الندوة تهدف إلى خدمة الطفل اليمني من خلال إيصال رسالة إلى أطباء الأطفال والأسر لتنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات العصر جسميا وذهنيا ونفسيا.